نفتتح اليوم المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير 2 بغيط العنب، والذي يتكون من عدد 22 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز على غرار المراحل السابقة للمشروع. أيضا يتضمن المشروع المحال والمولات التجارية بإجمالي مسطح 16200 متر مسطح تجاري ومسجد يسع الـ 1000 مصلى. احنا يا فندم في يناير 2015 بدأنا مشروع بشائر خير 1 بمنطقة غيط العنب، والنهارده يا فندم في ديسمبر 22 احنا بكامل منطقة غيط العنب تم تطويرها، وداخلين يا فندم في المناطق المجاورة ان شاء الله بعد ما نفتتح النهارده مشروع بشائر خير 2 مرحلة ثالثة، وتسكين اخر مواطنين موجودين في منطقة غيط العنب. احنا يا فندم في غيط العنب عملنا 113 عمارة بإجمالي 5580 وحدة سكنية وحوالي 60000 متر مسطح تجاري، ومحور المحمودية يا فندم اللي هو تم تنفيذه في أغسطس 2020 سهل كتير جدا على الأهالي على التنقل من وإلى منطقة غيط العنب. أسأل سيادتك يا فندم في افتتاح بشائر خير 2 مرحلة ثالثة.